تعتبر الزراعة ثاني أقوى العناصر المنتجة في الأردن، ويعتبرها كثيرا من الناس مصدر عيش لهم. فها هي حياة أبو عايد الذي استغل مساحة أرضه في غريسة لزراعة أصناف متعددة، والتي كانت عونا له ولأسرته. سنة 69 حفرنا بيار هانا مية، طلعت المية الحمد لله، وقمنا نزرع خضرة، بندورة، جمع أصناف الخضرة نبيع منها وناكل منها. زراعة كويسة، والزراعة استفدنا منها، وفي ناس استفاد منها ومعيش أولاده وعلم أولاده من وراها. بس الحكومة بطلت تساعد المزارعين، الحكومة بطلت تساعدهم، بطلت توفي معهم. إن الغطاء النباتي يعد مصدراً لإمداد الإنسان بالغذاء والدواء والأكسجين، فالاهتمام بالغطاء النباتي ووقف التدهور وإعادة تأهيل هذا الغطاء سينتج عنه بيئة صحية آمنة. هذا ما عمل عليه أبا محمد لرعاية أرضه وزراعتها بالمرامية والباذنجان وغيرها. بداية الأرض نحرثها ثلاث حرثات على التراكتر، نحط سماد، نقوم بشراء الشتل، ونحط نجيب شتل وبذور وأسمدة وعلاجات ورشوش وكل شيء. بعد ما تنتج هالخضرة نوديها على السوق المركزي. واكتفاء ذاتي، ما في اكتفاء ذاتي، إن نقولش اكتفاء ذاتي 100%. احنا إذا زرعنا بندورة وبتنجال ما في اكتفاء ذاتي، تقولي فواكه ما فواكه، هي الخضرة خضرة موسمية. تحتل الشجرة مكانة عظيمة منذ زمن، وقد حثنا الإسلام على العناية بالشجرة وغرسها، فهي صديقة للإنسان وعنصر مؤثر من عناصر الكون وأحدى أسباب جماله وروعته. غيدة أبو شهاب لبرنامج من نوفينا.